اسمي ياسر فراويلة، الشهير بياسر فراويلة، ياسر محمد الهادي مجاهد. كنت راجل عنصر فاسد في الدولة، كنت يعني اعتبر ان انا انسان غير عديم، عديم الثقة المفهومية، كل حاجة فيها وسخة. بس لكن بعد ما طلعت من السجن وقضيت اكتر من نص عمري في السجن، فكرت ان انا اعمل مشروع زي كده. قضيت كام سنه في السجن؟ قضيت بالظبط لا يقل عن 20 سنه تقطيع، اخر حكم 13 سنه. جرائم ايه اللي اتسجنت؟ كان سرقات مخدرات سلاح، حملت كل حاجه، لكن رجعت لربنا، صاحبت الشيطان 40 سنه ورجعت لربنا، لكن مش لاقي حد يساعدني. عملت المشروع ده ان انا اكافح الغلاء زي ما قال رئيس الجمهوريه، وحبيت ان انا انزل ناس بضاعه والناس فرحت بالمشروع، لكن ما حدش عايز يساعدني، لا رئيس مجلس ولا اي حد، وعملت اوراق كتير محدش عايز يساعدني ان انا ابقى بني ادم. فانا بخاطب رئيس الجمهوريه، بخاطب رئيس الوزراء، بخاطب كل انسان له ضمير انه يمثل الرسول عليه الصلاه والسلام، ان انا راجل كنت كافر وعاوز اسلم تاني، عاوز ارجع للطريق تاني، انا ماشي على الطريق. ارجوكم 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 يا اصحاب المناصب في الدوله. ايه المشكله طيب بتاعتك؟ يعني في ان انا عايز ارخص المكان الشرقيه، يعني محافظه الشرقيه عامله لك مشكله عشان انت فتحت الكشك ده؟ عشان انا فتحت المكان ده اللي انا باكل منه عيش انا وبنتي، ولا املك سكن. ادي مكان اهو اللي بنام عليه، هو ده المكان اللي بنام فيه، ده المكان اللي انا بنام فيه. انا انسان معدوم، ما عنديش حاجه، لا ارض ولا اي حاجه. نفسي اعيش بني ادم، يساعدوني ان انا اعيش بني ادم، يساعدوني ان انا ابقى عنصر صالح في المجتمع، افيد الناس، ده المطلوب، مش عايز حاجه من الدنيا. يعني انت كل اللي طالبه ترخيص للكشك ده؟ ترخيص المكان ده اللي طالبه المهندس والاوراق. اي سعادتك قال لا يعوق الطريق، لكن في ناس واقفه في السكه. انا عايز ادفع ايجار، ادفع نور زي ما انا عندي عداد نور، اعمل اي شيء ان انا ابقى صالح في البلد دي، عايز اعيش بني ادم. اكتر من كده مش طالب، والله ما طالب حاجه، ان انا اصلي فرض الله في الجامع اللي جنبي ده وابقى انسان، اكتر من كده مش طالب حاجه. ارجوك يا رئيس الجمهوريه، ارجوك يا رئيس الوزراء اللي بيقول انا بكافح الغلاء، انا بكافح الغلاء هنا كشاب، كنت مجرم، كنت مسجل خطر، ودلوقتي بكافح الغلاء لوجه الله، لوجه الله. ساندوني حتى اعود الى احضان الله، ساندوني ان ابقى انسان شريف، ساندوني ان ابقى عنصر صالح بعد 40 سنه مع الشيطان. قضيت عمري في السجن، والله العظيم والله العظيم انا من ضمن ناس كتير عايزه تكون، لكن في ناس في المناصب بتعرقل الشيء ده، هم اللي بيدفعونا للجريمه، بيدفعوني ان انا اقف على الطريق بالسلاح تاني، افتش، اسرق، انا مش عايز كده. رؤساء المباحث بيساعدوني، الضباط نفسها بتساعدني، مأمور ساعدني، مدير الامن لما رحت له اللي انشال مذكورا ساعدني وعمل اتصالات، لكن هم لم يلبوا اي شيء. رحت لمدير الامن مكتبه، قال اتصل على المأمور، قال له هل هو عنصر نضربه طلقه؟ نضربه طلقه؟ لا احنا مش هنضربه طلقه، احنا عايزين يبقى انسان، يبقى انسان كويس. ارجوكم ارجوكم من رئيس الجمهوريه لاصغر بني ادم، ارجوكم، انا عايز اربي بنتي، عايز اعيش بني ادم. انا من قريه سواده، لا اعوق الشيء ولا اعوق، ببيع كل حاجه بسعر، رايح هم يرابوني، ببيع كل حاجه باسعار مخفضه للناس، والناس مبسوطه بيه.